عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. بداية، أكد بيان لرئاسة الجمهورية أنه امتثالا لتوصية الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة نقاها بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتمثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والهيئة الصحية، اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد ترتيبات إضافية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وتندرج هذه التدابير في إطار المسعى الذي انتهجته السلطات العمومية بوتيرة حذرة وتدريجية ومرنة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، وسيتم تكييفها كلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب تطور الوضع الوبائي. نصيرة تومي. إجراءات وتدابير إضافية تخص تمديد فترة الحجر المنزلي من الساعة 8 مساء إلى الساعة 5 صباحا على 34 ولاية، ويهدف إلى السير بوتيرة حذرة وتدريجية ومرنة للحفاظ على صحة المواطن من انتشار وباء كورونا. ففي مجال النقل الجوي الداخلي، سيتم استئناف الرحلات الجوية للخطوط الداخلية ابتداء من 6 ديسمبر. الإجراء يخص الرحلات من وإلى ولايات الجنوب كمرحلة أولى، و50% من الرحلات شمال البلاد، وهذا بالاعتماد والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات. شركة النقل سترافق هذا القرار بمضاعفة الحملات الإعلامية الموجهة للمستعملين حول التدابير الوقائية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية المتعلقة بعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل. أما الإجراء الإضافي المتعلق بالمساجد فيخص الاستمرار في عملية فتحها بشكل تدريجي ومرن ومراقب، حيث تقرر فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصل ابتداء من الأربعاء المقبل. ويأتي هذا الإجراء بعد التطبيق الإيجابي والاحترام والانضباط المسجل للإجراءات الوقائية على مستوى المساجد المرخص لها باستقبال أكثر من 1000 مصلي. عملية فتح المساجد ستتم وفق التقيد لنظام الوقاية المخصص للمساجد وتحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، مع اتخاذ تدابير الوقاية والحماية إلى جانب القيام بعملية التفتيش الفجائي. التدابير تخص أيضا الأنشطة التجارية، حيث سيتم تمديد إجراءات الغلق لمدة 15 يوما بالنسبة لأسواق بيع المركبات المستعملة على المستوى الوطني، وتمديد تحديد أوقات الأنشطة التجارية لمدة 15 يوما بالنسبة ل34 ولاية المعنية بالحجر الجزئي المنزلي والتي يجب أن توقف أنشطتها على الساعة 3 زوالا. إجراءات التمديد شملت أيضا الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة، كما تذكر الحكومة بإجراءات منع تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني. وفي إطار تنفيذ التدابير المقررة من قبل السلطة العمومية ذات الصلة بالتنقل الجوي، تعلن شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن مواصلة رحلات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن والراغبين بالدخول إلى التراب الوطني لاعتبارات استثنائية ذات الصلة بالحالات المستعجلة سيما الصحية، منها الإنسانية وللضرورة المهنية والاقتصادية الملحة. وتخص هذه العملية المواطنين الذين تم إحصاؤهم على مستوى ممثليات بلدنا بالخارج، وكذا الذين درست ملفاتهم على مستوى اللجنة القطاعية المختصة، على أن تبقى العملية متواصلة بالنسبة للحالات الاستعجالية المستجدة التي تستوفي الشروط المحددة سالفا. كما يتعين التأكيد أنه فضلا على ضرورة احترام التدابير الاحترازية المعمول بها في مجال الوقاية من انتشار هذا الوباء، يجب على المعنيين
المواطنين حيازة شهادة طبية بالصياغ معدة 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة تثبت عدم إصابتهم بهذا الفيروس. هذا وتعلم الخطوط الجوية الجزائرية أن البرنامج المفصل للرحلات المبرمجة سيتم الإعلان عنه لاحقا مع تبليغ المواطنين بذلك قصد التقرب من الوكالات التجارية للخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء التذكرة. هذا وحسب آخر حصيلة للوضعية الوبائية بالبلاد، فقد تم تسجيل 978 إصابة جديدة و21 حالة وفاة. 978 حالة جديدة، 518 حالة استشفاء جديدة، 605 حالة تمثلت للشفاء، 46 مريض في العناية المركزة و21 وفاة. مع تسجيل 978 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة ب 2.2 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 15 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 13 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات و 20 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددهم 21 مريض توفوا في خلال 24 ساعة الماضية رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 518 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم العدد تاعهم 53,809، منهم 605 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 46 مريض في عناية المركزة. صحيا دائما، تحتفل الجزائر اليوم باليوم العالمي لمكافحة السيدة المصادف للفاتح ديسمبر من كل سنة تحت شعار خلال كوفيد-19، حيث يعد تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة السيدة فيروس فقدان المناعة هذا العام بمثابة تحديا عملياتيا بالنسبة للجزائر في ظرف جائحة فيروس كورونا المستجد. هذا وسيشرف اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على إحلاء أحياء اليوم العالمي لمكافحة السيدة بتقنية التحاضر عن بعد. عقب القرار الأخير للسلطات العمومية القاضي بإعادة فتح المساجد التي تستوعب 500 مصلي، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها عن انطلاق حملات التنظيف والتعقيم اليوم للمساجد المعنية بقرار إعادة الفتح غدا الأربعاء. وبالمناسبة أوضحت الوزارة أن مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بالإدارة المركزية لها دعت إلى اتباع ذات البروتوكول الصحي الذي تم تطبيقه في المساجد التي تم فتحها سابقا. وفي المجال الطاقوي، يشارك اليوم وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الاجتماع الوزاري 12 لدول أوبيب عبر تقنية التحاضر عن بعد. هذا واختتمت مساء أمس أشغال الاجتماع الوزاري 180 لمنظمة أوبيك برئاسة وزير الطاقة رئيس مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك، حيث أكد أن هناك اجتماع على مستوى منظمة أوبيك حول ضرورة تمديد سقف خفض إنتاج دول أوبيك بلس والمتمثل في 7.7 مليون برميل في اليوم إلى غاية نهاية شهر مارس 2021. دوليا الآن، أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات جيش التحرير الصحراوي الشعبية الصحراوي تواصل هجماتها لليوم 17 على التوالي ضد معاقل جنود الاحتلال المغربي على طول جدار العزل بالقرقرات. وفي ردود الفعل الدولية، أكد الممثل الشخصي السابق في العراق للأمين العام للأمم المتحدة الأرجنتيني إميليو كاردناس أن تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية بشكل سريع أمر ضروري من أجل الخروج من حالة الجمود في ملف الصحراء الغربية، فيما طالب الحزب الشيوعي الفنلندي حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي بإدانة الاحتلال المغربي والهجوم المسلح في منطقة القرقرات جنوب غرب الصحراء الغربية.
في تداعية انتشار وباء كورونا عبر العالم، تقدم أمس مخبر موديرنا بطلب الترخيص للقاح الذي أنتجه لدى وزارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث يرتقب أن يشرع في تسويق لقاحه خلال الشهر الجاري. على صعيد آخر، حذرت منظمة الصحة العالمية كل من المكسيك والبرازيل من تنامي وتيرة الوباء على أراضيهما، في وقت أكدت فيه أنها ستنكب بكل إمكاناتها على البحث في أصل الوباء ومصدره، وبعدما وجهت لها اتهامات بالتراخي وحتى التواطؤ مع دولة الصين. يحدث هذا فيما أحصى العالم وفاة أزيد من 1,460,000 شخص، مقابل إصابة ما يقرب من 63 مليون آخرين بالعدوى. في تطورات الوضع حول إقليم ناغورني كاراباخ، أعلنت القوات الأذربيجانية أمس عن سيطرتها على إقليم لاتشين المجاور لكاراباخ، وذلك طبقا لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع عليه بين الجيشين الأذري والأرميني في 9 من شهر نوفمبر المنصرم. يشار أن لاتشين هو آخر إقليم تستولي عليه باكو بعد كل من إقليمي كالباجار وأغدام اللذين سيطرت عليهما قبل نحو أسبوعين. نختم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت كل من ولايتي أريزونا ووينكوسين عن مصادقتهما النهائية على نتائج انتخابات الرئاسة ضمن حدودهما الإدارية، وذلك بتأكيد تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن على غريمه دونالد ترامب، مما يعد ضربة موجعة للأخير الذي لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالهزيمة ويتوعد بمفاجآت قبل موعد تسليم السلطة منتصف شهر جانفي المقبل. نهاية النشرة، ألقاكم في تمام 9 في موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء. ضرورة واحترموا إجراءات الوقاية ومسافة الأمان بيناتكم. ما تسمعوش الإشاعات وما تهولوش نفوسكم. اقعدوا في دياركم. اقعدوا في دياركم. اقعدوا في دياركم. واحموا نفوسكم وعائلتكم. إلى ما ضمن الون قيمة الخام الون. ساعدونا بالبقاء في بيوتكم، والشرطة دائما في خدمة.